أنا أدعو جميع المواطنين رجالا ونساء شبابا وفتيات إلى النزول المشاركة بإيجابية في هذا الحدث من أجل إظهار بلادهم بأنها من أجل إظهار أن اللحمة الداخلية لا تزال قوية وأنها مصطفى حول مشروع وطني، مشروع لبلادها من أجل أن تتجاوز هذه العقبات والتحديات التي تمر بها البلاد، وإن شاء الله ستمر إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى.